الشعار الذي يتردد في ميادين التغيير بتونس ومصر يستقر مؤخرا في اليمن. الشعب يريد إسقاط النظام، وما لبث أن تحول إلى أيقونة وصرخة مدوية زلزلت كرسي حاكم آخر هو صالح. في 11 فبراير، موعد أول ثورة سلمية للتغيير، يستقر رجع صدى الربيع العربي هنا في الميادين والساحات، وباتت الثورة حقيقة متجسدة في هذه الجموع. لم تنقب الثورة أصلاً عن توجهات المحتجين الأوائل أو تسجل أسماء من وصلوا باكراً إلى الساحة، وتلك طبيعة الثورات الصادقة. هذه صعدة وتلك تعز عدن، هنا صنعاء وإب وشبوة والبيضاء وغيرها من المحافظات التي تدافع أبناؤها كالسيل، معبرين عن نواياهم الحقيقية في التغيير لكن سلمياً. التوجس من أن يشوب الثورة شيء ظل يرافق كل خطوة فيها، ويقف العالم بحذر يترقب إلى أين ستمضي سلمية شعب يعد مخزن البارود الأول في المنطقة، في قبضته ما يقارب 60 مليون قطعة سلاح. لكن كان القاتل في هذه اللحظات طرفاً واحداً، أجهزة صالح البوليسية وأدواته هي من كانت فقط تحاول دفع السلمية إلى مربع الاقتتال، ولم تنجح مع أنها قتلت المئات من شباب الثورة. أفضت الثورة السلمية التي سارت هكذا إلى اتفاق سلمي، وبموجب المبادرة الخليجية يتم التوقيع على المبادرة الخليجية، نقلت السلطة إلى الرئيس هادي، وقيل تاليا أننا شعب نريد حقن الدماء. قبل تسليم الحكم وبعده مر البلد بمنعطفات حرجة، فكان كل مرة يتجاوزها وبصعوبة بالغة، لكن كل مرة أيضا يعرف اليمنيون من يقف خلف هذه الأحداث ومن يحركها، من يحاول وضع العراقيل في طريق المرحلة الانتقالية. تخطى البلد أوجاعه ووصل إلى الإعلان عن مؤتمر حوار وطني موسع يضم جميع التيارات والأحزاب والفئات وبإشراف من الأمم المتحدة. لاحقاً يشكل المؤتمر معملاً لإصهار القضايا العالقة، أبرزها القضية الجنوبية وحروب صعدة. هنا أيضاً كان المتربص ينسج مصائده ويعيد ترتيب أولوياته بحسب الأعداء إلى الأصدقاء، ومن كانوا أعداء الأمس صاروا أصدقاء اليوم، بل وحلفاء المرحلة الخطرة في تاريخ البلاد. وأعدمهم 9 إعدام بأمر من عبد الملك الحوثي. إذ أفضت حلقات الحوار إلى الحالة الأكثر غموضاً، تخللتها تصفيات شخصيات وقيادات عسكرية وسياسية ومدنية بارزة في الدولة. وسط كل ذلك تعلن جماعة الحوثي أحد أطراف المؤتمر الوطني تخليها عن فكرة الحوار، فكان هذه المرة رفع الدعم عن المشتقات النفطية مسوغ الجماعة بالدفع إلى احتجاجات وافتعال أزمة جديدة في البلاد، على الرغم من أنها كانت مشاركة في حكومة الوفاق وحكومة الشراكة الوطنية. أفصح طرف عن نيته إذن بعد أن ظل يترصد رفاق الساحات، فانقلب على كل الاتفاقات وعاد يبحث عن السلطة بحجة الجرعة، بل قاد ثورة مضادة وتحالفا بين من اندلعت ضده ثورة ومن قالوا أنهم ثوار سلميون وهم الحوثيون. هنا كان لابد من أن يتشكل مشروع الانقلاب وتكتمل أركانه على أيدي زعماء الحرب الذين دفعوا بالبلاد إلى أتونه. يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية، واضح. وإن ما جي جلسوا وإن أنتوا أتركون هناك كذب. لا ما طلعت طائرة. فلا المنطق ولا العلوم يمكن لها أن تتحكم بما يجري لليمن من هذا التحالف، فالسياق التاريخي يريد صالح والحوثي حلفاء الحرب ضد اليمنيين هكذا منزوعين ومشوهين على هذا الشكل السوريالي.